إذن مشاهدينا كما كتشوفوا حنا كنتواجدوا بالمحطه الطرقيه ديال باب محروق في مدينه فاس، كما كنشوفوا من بعد القرار ديال وزاره الداخليه اللي كان مشترك مع وزاره الصحه منع كذلك تنقل ثمانيه مدن اللي منها مدينه فاس ودار البيضاء وطيره مراكش سطات ومكناس. اليوم جينا باش نشوفوا حركه المسافرين المدير 12 بالنسبه للمدن اللي هي قريبه، كما كنشوفوا الاجواء فهي مختلفه على باقي المحطات في مختلف المدن. كما كنشوفوا المسافرين يعني كاين واحد النسبه اللي هي قليله اللي يعني كينتظروا باش يغادروا يعني مدينه فاس اتجاه المحلات السكنات ديالهم باش يقضيو يعني العيد مع الاسر ديالهم. حنا كنعرفوا يعني اليوم مع السته تم يعني اصدار بلاغ مشترك مع وزاره الصحه ووزاره الداخليه انه تم وضع الحجر على بعض المدن اللي هما 8 المدن واللي منها مدينه فاس، ان ممنوع الدخول والخروج من مدينه فاس. كما كتشوفوا على المباشر غادي ننقلوا لكم الاجواء ديال الناس، كتشوفوهم جايين بواحد السرعه، كلشي كيسبق باش يوصل في الوقت قبل ما دير 12. حنا كنعرفوا ان هذه العشرة بقات ساعتين ويتم كذلك يعني توقيف كل الحافلات اللي في اتجاه ديال المدن اللي مذكوره في البلاغ ديال وزاره الداخليه ووزاره الصحه. كما كتشوفوا بعض الكوانا خرجوا لبعض المدن اللي هي قريبه كمكناس كتطوان، بعض الناس المواطنين مازالين كينتظروا باش انهم يغادروا مدينه فاس قبل 12 ديال الليل. كما كنشوفوا ربما الاجواء فهي مختلفه على باقي المحطات في ربوع المملكه، الاجواء تبدو يعني عاديه. وصلنا ساعتين وغادي يتم تطبيق القرار اللي صدرته وزاره الصحه ووزاره الداخليه باش ممنوع المغادره الى فاس، وهادشي كله كيرجع لبعض التهاون ديال المواطنين اللي كانوا ما كيحترموش مبادئ الوقايه وشروط السلامه الصحيه اللي هي كذلك ارتداء الكمامه ومسافه التباعد الجسدي والاجتماعي وتعقيم اليدين وكذلك المصافحه اللي هي ممنوعه. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا اثناء الجوله ديالنا داخل المحطه الطرقيه كنشوفوا المواطنين بعد القرار الكل اتجه بسرعه للمحطه الطرقيه من اجل يعني الحصول على التذكره ديال السفر باش يغادروا ويرجعوا ديالهم. كما كنعرفوا هذه العشرة عليه نقسم كتفصلنا ساعتين وتم توقيف كذلك جميع الرحلات من وإلى مدينة فاس. كما كنشوفوا اليوم البلاغ اللي صدرت وزارة الداخلية بمشترك مع وزارة الصحة أنه غادي يتم يعني الحصار على 8 ديال المدن اللي منها فاس، مكناس، الرباط، دار البيضاء، سطات، مراكش وتطوان. هادو 8 المدن اللي الحالة الوبائية ديالهم ولات مرتفعة، اللي كنشوفوا العدد ديال المصابون ولا كيرتفع في واحد التزايد صاروخي، لهذا تم اغلاق هاد المدن اللي هي 8 ديال المدن. وحنا بما اننا كنمثلوا مدينه فاس عليها حطينا رحال بالمحطه الطرقيه بمدينه فاس باش نشوفوا كذلك الاجواء ونشوفوا كل كما كنشوفوا الناس كل كينتظر باش انهم يغادروا في واحد الوقت مبكر قبل ما دير 12. حنا كتفصلنا ساعتين نخرجوا للجانب ديال المحطه ونشوفوا الاجواء كيفاش هي دايره. اذن ربما كاين اجواء متغايره من خارج المحطة، هادو اللي كنشوفو حنا في داخل هما الناس اللي خداو التذاكر ديالهم تطبيق هاد القرار
شوفوا الاجواء خارج المحطه او خارج اسوار ديال المحطه، شوفوا الناس اللي غادي يسافروا اللي غادي يرجعوا كذلك المدن ديالهم. لا مليح ادخل من مخرج ادخل من ها هو ها هو في الباب هنا كيبان كما كتشوفوا اجواء خارج المحطه. باش نقول لكم على المباشر يعني كل المواطنين انهم كما كتشوفوا معنا ديال المحطه، شوفوا الجنبات ديالها، يعني المواطنين راه كل كينتظر باش ياخذ التذكره ديالو قبل الماده 12 سنعرفوا غادي في العد التنازلي. كما تشوفوا ربما الاجواء ستبدو عاديه على باقي يعني المحطات مختلف المدن اللي مذكوره في البلاغ ديال وزاره الداخليه. كاين واحد يعني بالنسبه للتدابير الوقائيه فهي متطبقه وعلى مبادئ ديال الشروط الصحيه داخل المحطه، اي مواطن او مسافر داخل ما عندوش كمامه سيتم المنع ديالو من الدخول تطبيقا للقرار ديال وزاره الصحه ووزاره الداخليه. كتشوفوا معنا على المباشر اذا كان كنذكركم الناس اللي سحقوا بنا اللحظه، فاحنا كنتواجدوا في امام محطه طرق اي دباب محروق ديال فاس باش نشوفوا يعني الاجواء ديال المسافرين بعد القرار ديال وزاره الداخليه والمشترك مع وزاره الصحه بعد القرار ديال المنع يعني التنقل بين 8 ديال المدن اللي منها كتشملها مدينه فاس ومكناس الدار البيضاء سطات مراكش تطوان وعلى ما اظن بقات شي مدينه نسيتها. كما كتشوفوا يعني جميع المسافرين فهم كينتظروا باش يغادروا مدينه فاس اتجاه المحل السكنه ديالهم قبل ما يتطبق القرار ديال منتصف الليل حوالي الساعه 12 ليلا. اجواء فهي اجواء عاديه كما كنشوفوا التدابير الوقائيه فواخدينها يعني كل الوكاله ديال الامن الخاص بالمحطه الطرقيه ان كل واحد ما عندوش كمامه اما كيخليوهش يدخل يعني مبادئ الشروط الصحيه، وهذا الشيء دائما اللي خصنا نبقاو نشوفوه في جميع المركبات التجاريه وجميع البلايص اللي كتعرف تجمعات. يعني كما شفنا بعض الحافلات اللي هما الناس قطعوا الورقات ديالهم والحافلات غادروا نتمنى لهم طريق السلامه. يعني الاجواء كما كتشوفوا الاغلبيه الناس باغيين يمشيو لتطوان وباغيين يمشيو لطنجه وباغيين يمشيو للدار البيضاء قبل مدة 12 ديال الليل. كما دائما اختارينا باش ندير لكم هذا اللايف باش نقربكم يعني شنو كيوقع في الجنبات ديال المحطه الطرقيه في مدينه فاس. اكيد اكيد غنبقاو مواكبين معكم الليله خلال منتصف الليل اللي هو 12 ديال الليل اللي غادي يتسبق القرار الصارم ديال وزاره الصحه ووزاره الداخليه ديال المنع التنقل بين المدن واللي هي منها 8 ديال المدن لان الحاله الوبائيه ديالها تطورات وشفنا يعني عدد كبير ولينا كنشوفوا في عدد المصابون اليوم شفنا عدد كبير شفنا كذلك عدد ديال الوفيات. هذا الشيء كيرجع لبعض التهاون ديال بعض المواطنين الله يهديهم اللي كيتهاونوا بعدم ارتداء الكمامه وخلوا مسافه التباعد الاجتماعي وكذلك مسافه التباعد الجسدي. يعني هذا الشيء هو اللي خلانا اننا نرجعوا لهذه الحاله ديالنا، ولا بقينا زايدين في هذا الشيء ربما غادي تكون الحاله أسوأ اكثر. نتمنى ربي باش كل المواطنين يلتزموا ونتمنى الامور ترجع بخير وعلى خير يعني الناس خصوصا في هذا العيد شي ما يمشي عند شي شي ما يسلم على شي تباكل العواشة في التليفون وفي الواتساب لان الوضع مقلق ارقى ارتفاع في عدد المصابون كنشوفوا يعني ارتفاع
صاروخي خصوصا في هذه الايام، كذلك ارتفاع في عدد الوفيات. يعني الله الله يحط لباس وصافي، الله يرفع علينا هذا الوباء. خاصنا دائما نكونوا مسؤولين، وكل واحد يكون مسؤول يعني على الاسره ديالو وعلى يعني العائله ديالو، ينبههم يوعيهم يحسسهم. يعني الا جا كل واحد يحسس الاسره ديالو والعائله ديالو، اكيد ان شاء الله غادي نكونوا متميزين، وغادي نشوفوا العدد ديال الاصابات بدا كيقل. اذا كما كتشوفوا الاجواء فهي اجواء عاديه امام المحطه الطرقيه. غادي ننتقلوا للجهه اخرى باش نشوفوا كذلك محطه القطار كيفاش دايره الاجواء. خليكم معنا حتى نشوفوا منتصف الليل كيفاش شنو هي الوقت كيفاش داير.